السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بالخيرات والطاعات والمسرات. أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات، في مجلسنا 73 بعد 150، وهو المجلس 59 بعد 200 من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري رحمه الله تعالى، مع الجزء الثاني من الآية 83 والتي تمامها قول الله تبارك وتعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حيث تكلمنا في المجلس السابق والذي قبله عن قوله عز وجل: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ثم عطفنا عليه قوله: وبالوالدين إحسانا. وتكلمنا في مجلس الأمس عن معنى قوله عز وجل وبالوالدين إحسانا، وتكلمنا عن عموم بر الوالدين والإحسان إليهما. وأما ما ذكره أبو جعفر رحمه الله تعالى في تأويل قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، قال: وقوله جل ثناؤه وبالوالدين إحسانا عطف على موضع أن المحذوف فيه لا تعبدون إلا الله، لأنه تكلمنا قلنا في تقدير لا تعبدون إلا الله ألا تعبدوا إلا الله، فحذفت أن الناصبة وبقيت لا تعبدون مرفوعة على أصل المضارع المرفوع. وبالوالدين إحسانا عطف على تقدير أن لو كانت موجودة، هي غير موجودة لكن على تقدير وجودها، أو على ما يسميه العلماء على مفهوم معناها، فصارت وبالوالدين إحسانا عطف على وأن لا تعبدوا، التي هي معنى لا تعبدون إلا الله. قال أبو جعفر: فكان معنى الكلام وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، فرفع لا تعبدون لما حذف أن، رفع لا تعبدون على أصل المضارع المرفوع، ثم عطف بالوالدين على موضعها، وهذا مستخدم في لغة العرب مشهور، كما قال الشاعر، وهذا الشاعر جاهلي إسلامي، يعني عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام مخضرم، وهو عقيبة ابن هبيرة ابن فروة أبو حسان الأسدي، كان فاتكا شديدا، قتل قصاصا في زمن مصعب بن الزبير في ابن عم له اسمه تميم، قتله عقيبة بن هبيرة في بيته ظلما كما يبدو من قصتهما. وزعم عقيبة هذا أن عليا رضي الله عنه قال يوما عن تميم: إنه جذل من أجذال جهنم، رحم الله قاتله، فقتله، والله أعلم بصدقه. وكان هذا قتيبة هجاء، هجا عمرو بن قيس الأسدي، فشكى عمرو بن قيس إلى معاوية
فقال معاوية: قد هجاني بأشد مما هجاك. فقال: أربنا أبي سفيان يزجي جياده ليغزو عليا ضلة وتحامقا، وبئس الفتى في الحرب يوما إذا بدت برازق خيل يتبعن برازقة. هجاء لمعاوية، فهو هجا معاوية هنا بقوله: معاوية إننا بشر فأزجح، فلسنا بالجبال ولا الحديدة. هذا الشاهد الشعري مطابق للآية التي: ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. وتمام الأبيات في هجاء معاوية: فهبها أمة هلكت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد، أكلتم أرضنا فجرتموها، فهل من قائم أو من حصيدي، ذروا خؤون الخلافة واستقيموا وتأمير الأراذل والعبيد، وأعطونا السوية لا تزركم جنود مردفات بالجنود. فدعاه معاوية فقال: ما أجرأك علي؟ قال: نصحتك إذ غشوك وصدقتك إذ كذبوك. فقال معاوية: ما أظنك إلا صادقة. فهذا الشاعر الجاهلي المخضرم كان من شعره: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. فنصب الحديد على العصب به على موضع الجبال، لأنها لو لم تكن فيها باء خافضة، يعني باء حرف الجر، كانت نصبا، فلسنا جبالا ولا حديدة. فعطف بالحديد على معنى الجبال لا على لفظها. فكذلك ما وصفت من قوله: وبالوالدين إحسانا، يعني يجوز للمتكلم أن ينصب أو أن يتكلم بكلام معطوفا على معنى الكلام الذي سبقه، وليس شرطا أن يكون معطوفا على الكلام نفسه، فقد يعطفه على الكلام نفسه وقد يعطفه على معنى الكلام. يجوز في لغة العرب أن نعطف كلاما على معنى الكلام، كما قال أيضا الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدارة. فنصب الجدارة الثانية مع أن الأولى مجرورة بالإضافة. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار، مجرورة بالإضافة، وذا الجدارة نصبها على معنى ذا الجدار الأولى، على أن معناها ذا الجدار كلها مفعول في محل نصب مفعول به. فيجوز في لغة العرب أن نعطف كلاما على معنى الكلام الذي سبقه. قال أبو جعفر: وأما الإحسان إحسانا فمنصوب بفعل مضمر يؤدي معناه، قوله: وبالوالدين، إذ كان مفهوما معناه، فكان معنى الكلام لو أظهر المحذوف: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فتكون إحسانا مفعول مطلق لتحسنوا إحسانا، لأن الإحسان هنا مصدر والمفعول المطلق يكون مصدرا. فاكتفى بقوله: وبالوالدين، من أن يقال: وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، إذ كان مفهوما أن ذلك معناه بما ظهر من الكلام، كما قلنا سابقا في الجبال والحديد أنه يجوز عطف الكلام التالي على الكلام السابق على معنى الكلام السابق وليس على نصه وعلى لفظه. قال أبو جعفر:
وقد زعم بعض أهل العربية في ذلك أن معناه وبالوالدين فأحسنوا إحسانا، فجعل الباء التي في الوالدين من صلة الإحسان مقدمة عليه. والذي قال هذا من علماء العربية أشار إليه أبو حيان في البحر المحيط، قال وبالوالدين إحسانا عطف على أن الأولى أي أمر الله ألا تعبدوا إلا الله إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وقال الزمخشري لا يجوز أن تتعلق الباء بالوالدين بالإحسان، لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته. وقال الواحدي في البسيط الباء في قوله بالوالدين من صلة الإحسان وقدمت عليه كما تقول بزيد فامرر أو بزيد فابدأ، فأنت بدأت بالباء ووصلتها بالاسم الذي بعدها. إذن يجوز في قول العرب أن يقول وبالوالدين إحسانا كما جاءت في هذا الموضع من الآية، وبعطفها على ما قبلها من المعنى. قال وقال آخرون، هو يأتي بأقوال علماء اللغة ويرجح بعد ذلك، سنرى ترجيحه لذلك. قال وقال آخرون بعد معنى ذلك ألا تعبدوا إلا الله وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فقدم أحسنوا على بالوالدين وفصل أحسنوا إحسانا، أو فصل بين أحسنوا إحسانا بالوالدين. فيجوز في لغة العرب هذا أن نقول وبالوالدين أحسنوا إحسانا وبالوالدين إحسانا وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وكله في لغة العرب جائز. قال فزعموا أن الباء التي في الوالدين من صلة المحذوف أعني أحسنوا، فجعلوا ذلك من كلامين. قال وإنما يصرف الكلام إلى ما ادعوا من ذلك إذا لم يوجد لاتساق الكلام على كلام واحد وجه، فأما وللكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد فلا وجه لصرفه إلى كلامين. يعني هو ساق أقوال علماء اللغة على جواز هذا وجواز هذا وجواز هذا، ثلاثة أوجه: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين أحسنوا إحسانا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا، كل ذلك جائز في لغة العرب، لكن هو يرجح ما جاء في نص الآية على غيرها، لأنه لا داعي لكل هذا التطويل، والله عز وجل جعل كتابه فصلا لا حشو فيه. قال وأخرى أن القول في ذلك لو كان على ما قالوا لقيل وإلى الوالدين إحسانا، لأنه طالما في باء، باء حرف جر بسموها، وإلى حرف جر، وفي مذهب من مذاهب اللغة العربية تناوب حروف الجر، يعني يجوز أن تقول أتيت إلى هذا المسجد، أتيت إلى المسجد، أتيت بالمسجد، مررت بالمسجد، في المسجد، فحروف الجر ممكن أن تتناوب. فيقول أنه إذا أردنا أن نستخدم ذلك نقول وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، كما نقول وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أو إلى الوالدين إحسانا كما بالوالدين إحسانا، لأنه إنما يقال أحسن فلان إلى والديه ولا يقال أحسن فلان بوالديه إلا على استكراه، إلا على استكراه للكلام. ولكن القول فيه ما قلنا، وهو
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بكذا، أي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا على ما بينا قبل. فيكون الإحسان حينئذ مصدرا من الكلام لا من لفظه كما بينا فيما مضى من نظائره. إذن وبالوالدين إحسانا اكتفى بالمصدر عن الفعل الذي يدل عليه في نص الآية هنا، وبالوالدين إحسانا. إحسانا إيش؟ أحسن يحسن إحسانا فهو محسن، فالإحسان مصدر، فاكتفى في صيغة القرآن هنا بالمصدر عن الفعل. يعني ما ذكر الفعل أحسنوا، أحسنوا الفعل، فعل الأمر أحسنوا إحسانه، فهو حذف الفعل وأبقى المصدر لأن المصدر يدل على الفعل. يعني لما أقول لك أنا مثلا قراءة فأنت تبدأ تقرأ، أو أقول لك اقرأ قراءة، أيهما أولى؟ الأولى أم الثانية؟ الأولى، لأنه كما يقال في لغة العرب وهذه دائما يرددونها، خير الكلام ما قل ودل. إذا قلت لك قراءة فبدأت تقرأ، أو قلت لك اقرأ قراءة، فالأولى أولى من الثانية لأنها أقل كلاما، وخير الكلام ما قل ودل، هذه قاعدة في لغة العرب. فكلما كان الكلام قليلا ويدل على المراد أفضل من أن يكون الكلام كثيرا، بسموه إيش؟ الكلام الكثير بسموه حشو لا داعي له، كأنك تحشي في الكلام حشيا. فهمتم؟ طيب، إذن فقول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا أولى من قول وأحسنوا بالوالدين إحسانا أو بالوالدين أحسنوا إحسانا، لأن هذا يكون من اللغو ومن الحشو الذي لا داعي له، طالما أنه أن المصدر يدل على الفعل فلا داعي لوجود الفعل. هذا اختيار الإمام أبو جعفر. قال هو الآن اختار هذا الاختيار. فإن قال قائل وما ذلك الإحسان الذي أخذ عليهم بالوالدين الميثاق؟ عرفنا الآن من حيث اللغة نستخدم لماذا استخدمنا إحسانا. الآن يأتي إلى معناها، ما هو هذا الإحسان الذي أخذ الله عز وجل ميثاقه على بني إسرائيل؟ قيل نظير ما فرض الله على أمتنا لهما من فعل المعروف لهما، والقول الجميل وخفض الجناح أي جناح الذل رحمة بهما، والتحنن عليهما، والرأف بهما، والدعاء بالخير لهما، وما أشبه ذلك من الأفعال التي ندب الله عباده أن يفعلوا بهما. فالندب هنا بمعنى استحب الله عز وجل لعباده أن يفعلوا للوالدين. وهنا نجد أن أبا جعفر رحمه الله تعالى اختار الحكم، اختار حكم الندب لا حكم الوجوب. جمهور أهل العلم على وجوب ذلك، وجوب القول الجميل، وجوب خفض الجناح جناح الذل، وجوب التحنن عليهما، وجوب الرأفة بهما، وجوب الدعاء لهما بالخير. هذه كلها واجبات عند جمهور أهل العلم. أبو جعفر اختار، احنا بنتكلم عن مختارات الإمام أبي جعفر، اختار أن هذا من المندوبات. الواجب عنده الإحسان مطلقا، وهذه التفصيلات مندوبات. تكلمنا بالأمس عما كان في بني إسرائيل من البر والإحسان إلى الوالدين، كقصة جريج مع أمه في الحديث الذي ذكرناه، والثلاثة الذين آووا إلى الغار،
وإحسان هذا الرجل إلى والديه ودعائه به. فهم كانوا كما كانوا في كان في الأمم السابقة الذين أخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق بالإحسان لوالديهم، الله تبارك وتعالى أمرنا، وهذا من قبيل مثلا قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فنحن مأمورون بما أمروا به، هم أمروا بتقوى الله ونحن مأمورون بتقوى الله، هم مأمورون بالصيام ونحن مأمورون بالصيام، هم مأمورون بالإحسان إلى الوالدين ونحن مأمورون بالإحسان إلى الوالدين. هذا على أي شيء يدل؟ على أن فضلاً عن أن دين الأنبياء كلهم واحد، أيضاً شرائعهم فيها ما هو متفق. فمن شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الإحسان إلى الوالدين، كما أنه من شريعة الأنبياء تقوى الله، ومن شريعة الأنبياء الصيام، ومن شريعة الأنبياء الصلاة، ومن شريعة الأنبياء الزكاة، من شريعة الأنبياء حرمة الربا، من شريعة الأنبياء حرمة الزنا، فمن شريعة الأنبياء الإحسان إلى الوالدين كما سبق في الأمم السابقة. هذا بالنسبة لهذا الجزء من الآية. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم مع قوله سبحانه وتعالى في تمام الآية: وبذي القربى، نعرف من هم القرابة الذين يحتاجون إلى الإحسان، واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. لعله يكون أحيانا الكلام بعضه يفهم وبعضه لا يفهم، لكن إن شاء الله مع الوقت والدربة في سماع مصطلحات اللغة العربية، وأنتم طلاب لغة عربية، في مع يعني الدربة في سماع هذه المصطلحات تصبح إن شاء الله شيء طبيعي عندكم. تعرفون حين نتكلم عن المصدر، نتكلم عن الفعل، نتكلم عن الفاعل، نتكلم عن التصريفات، تكون تصبح لكم بالنسبة لكم إن شاء الله عادية. ننتقل إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجالس الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم في مجلسنا 62 بعد 163 من كتاب اللباس والزينة، ومن باب نجعلهما مجلسين مقطعين، نتوقف وبعد دقيقة إن شاء الله نعود. قال الإمام: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا في كتاب اللباس والزينة، ووصلنا إلى باب: بينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به. وأورد فيه الإمام المنذري حديثا واحدا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته، شعره، قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. هذا الحديث حديث خبري بمعنى الطلبي، هو يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المخصوب به، لكن كأنه يقول لنا: إياكم أن تفعلوا فعله فيحل بكم ما حل به. علاقة
حديثي بالباب وعلاقة الباب بالكتاب. علاقة الباب بالكتاب كتاب اللباس والزينة، والباب التبختر في الثياب والعجب بالنفس، هي علاقة استنباطية، فلا علاقة بين اسم الكتاب كتاب اللباس والزينة وبين باب رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به، فهذا مستنبط من هذا الكتاب وليس نصا. أما علاقة الحديث بالباب فهي علاقة نصية، فبينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به جاء في نص الحديث، وكأن الحديث يقول إياكم والتبختر والعجب بالنفس فيخسف بكم. ثم هذا الحديث الخبري الذي بمعنى الطلبي يبين أن هذا في الأمم السابقة، والأرجح أنه قارون الذي ذكره الله عز وجل في كتابه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة هذا قارون كان عنده من الكنوز ما ذكرها الله عز وجل، فخرج يوما على قومه معجب بجمته، شعره طويل إلى منكبيه ومعجب بما يلبسه من لباس ورديه، يعني يلبس ثيابا متناسقة من نفس القماش من نفس النوع، وقال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولكنه لم يستجب وقال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فالله تبارك وتعالى أخبرنا في نهاية القصة قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتجلجل في الأرض كل يوم بمقدار قامته إلى يوم القيامة، يعني كل يوم ينزل في الأرض بمقدار قامته يعني مقدار طوله، لنفرض أن طوله كان مترين لأنهم كانوا طوالا، فهو كل يوم ينزل في الأرض بمقدار إيش مترين إلى يوم القيامة. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرمة التبختر وخطورته، هو محرم قولا واحدا، وخطورته أن يخسف الله عز وجل بصاحبه الأرض. وقد رأينا، والذي يتابع يرى مثل هذه الأشياء، كم من أناس يكون يمشي سبحان الله فتخسف به الأرض، أو يكون في سيارته فتخسف الأرض به وبسيارته، أو يكون في داره فتخسف الأرض به وبداره. وهذا الآن موجود، يعني ممكن أن تراه على مقاطع المصورة كثير منها، أشخاص، سيارات، بيوت،
يخسف به وبما هو عليه وعلى نفس حاله. فليس عجيبا وليس غريبا أن يكون هذا الخسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذا المحرم وهو التبختر، والمحرم الآخر وهو العجب بالنفس، وأن يجنبنا وإياكم عقوبة من يتبختر ويعجب بنفسه. بارك الله لي ولكم فيما قرأنا وفيما سمعنا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله مع حديث آخر وباب آخر. الباب القادم إن شاء الله باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وفيه حديث أو فيه حديثين ذكرهما الإمام المنذري، نتكلم عنهما إن شاء الله في مجلس قادم. حتى يحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.